حياكم الله مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية بحلقة جديدة من برنامج رمضانكم مع فاطمة قيدار. تعالوا ويانا ليوم من أيام شهرنا الفضيل بمنطقة الأعظمية وتحديدا شارع سهام. حلقة راح تكون مميزة كالعادة، تعالوا نبلش بها. مساء الخير. مساء النور. رمضان مبارك علينا وعليكم يا رب وعلى الأمة الإسلامية. الله يسلمك حبيبتي. شو يصير منك؟ ابن أختي. ما شاء الله، شلونك؟ الحمد لله، ان شاء الله مبارك علينا وعليكم. ان شاء الله ينعاد عليك بالصحه والسلامه. بالصحه والسلامه، الله يوفقك. شو اخبارك؟ الحمد لله. وشو شلون خالتك؟ زين الحمد لله. هم مضوشتك يعني؟ واني 24 ساعه نشاقه. آه، انتوا اللي تتناقرون على طول. نتناقر. انا عندي ابن اختي هو يتناقر حبيبي. الله يحفظه. الله يسلمك ويحفظ لك ابن اختك يا رب. اكثر شيء على شنو تتناقرون؟ لا هيك يعني الشاقه يا اخي شبه كبير. إلا مر عليك على الخشب. العراقيين اصلا ثلاث ارماعنا خشبنا كبير، فتشوفي كل عائله بها خشب كبير. اي عافيه. انا بزرع قاعده طلع خشمي كبير. زين انت ما تتنمرين على خشمه؟ لا انا اقول له ظل الرئيس. ظل الرئيس. شنو يعني انت رجال متعيب يعني ما نعيب على خشمه؟ لا ما بيش بالنسبه لك؟ ما بيش. نهم نتنمر. عادي براحتك. شايفني دا تنمراني؟ الله يحفظ، ماكو شيء يتعيب بيه. شنو هاي الدافع لابن اختها هو يتنمر عليه؟ عادي احبه اموت عليه. شوفي هو اصلا اي واحد انت تتنمرين وتشاقين وياه يعني هذا اللي بالقلب. من محبته. أيوة. اكيد يعني احنا ايش قد ما تحبيه. اي أيوة والله الله شاهد كلش احبهم. بدول عيني. زين محضرت لك عيديه لو كبرت؟ لا كبرنا وعد على سوالف. انت عيديه لو؟ ولا عاديه. ايش قد محضر عيديات؟ حسب يعني. اقل شيء 25 لو اقل؟ يعني احتمال زايد احتمال اقل. حسب مو حسب السيطره، منو حيسيطر عليك بالعيد؟ اي من حيسيطر نشوف. زين خالتي احكي لي شلون كان وياك شهر رمضان الفضيل؟ ما شاء الله ما بقى ايام قليله تفصلنا عن عيد الفطر المبارك. والله الحمد لله والشكر هو ان شاء الله يعني خير على الامه الاسلاميه وعلى الاسلام والمسلمين جميعا. بس انا بصراحه يعني كل ما يجي شهر رمضان انقهر انعصر. ليش؟ ابني استشهد بي. يا عمري خاله. ليلة القدر. لا إله إلا الله، الله يرحمه إن شاء الله. يرحم الجميع. هاي صار له 12 سنة، هو أكبر أولادي. هو الكبير، الله الكبير. عمره 18 سنة، يشتغل بقهوة عامل. صار تفجير سيارة مفخخة. محمد رسول الله، الحمد لله. الله يصبر قلبك إن شاء الله. فأنا يصير هاي الأيام شوية علي صعب. تكسر قلبك. أي والله. الله يساعدك أمي إن شاء الله، الله يجبر الخواطر. هذا ابنك هذا شوفي طول بعرض وكتفه وشوار. ما مقصرين حبايبي في الكلام. شلون؟ بين 40 واحد احنا ولد خاله ولد خاله. 40 واحد يعني شويه هيجي ما يخلوش تنقهرين. لا الحمد لله الحمد بس لله. واحد همي انا. طبعا اللي بالقلب بالقلب بس واحد يدوس على اللي بي. لا الحمد لله الله يحفظ لي الباقين. يا رب يا رب. عندي بس هالولد صغير وبنيه. ويستر علي ويعطيك الصحه والعافيه ويا رب يا رب ان شاء الله يجعله من اهل الجنه. امين. ومن شباب امين الجنة. امين يا رب. الله يرحمه عريس والله، الله يرحمه برحمته ان شاء الله. يرحم جميع الشهداء. عوضك خير بولد اختي ان شاء الله. الله يحفظهم ويخليهم جميعا. اي والله. زين هواي عندك ولد اخت؟ اي ما شاء الله. حلو، منو اكثر واحد قريب عليك؟ شنو اسمك؟ حسين. غير حسين؟ يعني كلهم والله يعني كلهم. حتى لو هو بس عندي حمودي يعني هذا التوم ويا اخته اجى. فاختي تحب البنات، اخذت البنيه وخلت الولد عندي من اني بنيه يعني ما متزوجه. اي والله. لأن كان عندها ولد بكر. فاجتها تو جوي التوم ولد وبنيه طتني الولد. فاني كنت بنيه بعدني ما متزوجه. عمري والله. فهسه هو تزوج وعنده اربعه ويصيح لي ماما. عمري صلوات. وش تصيح لي ماما؟ صلوات على النبي. حبيبي اسمه حمودي اللي قلت عليه. اسمه محمد. الله يحفظه لك. لا لا عاد مالك حجه صدق محمد ابنك. ان شاء الله ابني. الله يستر عليه صدق انت تزوج. قبل لا تتزوج هو يا مربي. فعلا ابني كل ما اتمرض كل ما اوقع هو يجيني اول الناس. اي والله. الله يستر عليه ان شاء الله ويفرح ان شاء الله باولاده ويفرحك فيه. امين يفتح باب الرزق بوجهه خطيه. شفت شلون عافتك وتدعي لمحمد؟ لا اني كلهم 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 مو بس ولدي كل مو بس ولدي كل شباب العراق اريد الله يرزقهم ويحفظهم
ويستر عليهم. اي والله بحق محمد ان شاء الله يجعلها ساعه استجابه ايام الفضيله يا رب. اي والله بيحفظ العراق والعراقيين جميعا يا رب. دول دعواتك يوم حسين قولي شنو تشتغل؟ انا كاسب والله. شنو تشتغل كاسب؟ يعني يومي اشغل شيء. اكثر شغلتش العقل مجبور تشتغل؟ يعني اشغل مطاعم اكثر شيء. شيف لو كابتن لو شيف حلو. اقول عنده خدود تاري نفسه طيب بالاكل. شغل على المقبلات. بالبيت هم تسوي لهم لو بس بالشغل؟ أم لا ابد ما اسوي لهم. امي امون ما اجي شهر رمضان امي تقول لي والدك يوم صار الشهر كله خلاص ما اسوي لهم شغله. مصبط حينه ما مسوي. بالمناسبه امه مريضه عجز بالكليات تغسل بالاسبوع 3 مرات كله. كلش تعبانه ادعي لها بالشفاء. الله يعينها صحه وسلامه يا ربي الله يشافيها. تعبانه يعني هاي بالاسبوع 3 مرات تغسل كله. يساعدها ويصبرها ويقويها يا صاير عندها فوقها شرايين دبها الله يشافيها لك. الله يحفظك ويسلمك. الله يسلمك دعاء لها. خطيه انت يا موالي. انا مواليد 2000. والله انا ما اعرف ليش حسيتك اصغر مني بحيث من البدايه هيك ميانه. ايوه حسيت والله قد بين نفس العمر تقريبا. اصغر مني يعني قديش بيناتنا سنتين. احنا من اشد المتابعين الك والوجيج ام مشاهد يومية. انا يعني اقعد على التيك توك اتابع لو خالة عدا تيك توك صارت مليون دخلت مليون. وين مليون؟ لا هذا مو حسابي والله مو حسابي. لا والله ما ماكلين عمي والله ما ماكلين. شلون تبكين ويا هاي اللي بناتها خطيه؟ والله كسرت قلبي بالفلوس. انا ابكي والله الله يرحمها. انا باوع عليك وابكي. اي والله صبرها ويساعدها. هذا انا حسابي على تيك توك راح يوصل مليون. اللي يوصل مليون مو حسابي والله. والله مو حسابي. تعرف ليش؟ والله تستاهلين 3 مليون. مو عمري خاله بدول يعني والله انسانه يعني كلش كلش طيبه واخلاق ومحترمه وراقيه يعني بدها توصلين صوره صحيحه للمجتمع يعني انسانه مرتبه ومثقفه. الله يوفقك ان شاء الله. يوفقك ويفتح ابواب مثال للشابات العراقيات. نفتح شنو هات؟ أيوة عمي هن العظيم يعني ليش ما شفت؟ والله العظيم يا ربي خشمك صغيره ما تنمر عليك. خشمي ما تقدر تتنمر علي انا مو من ضمنك. هو انت كلش شنو البيت يعني ما شاء الله. انا هسه بتنمر على خشمي خاله. ما شاء الله يعني الكمال لله ما شاء الله خلقه واخلاق. خجلتيني خاله خجلتيني. والانسان اول شيء يوم الحساب يعني عن حسن الاخلاق اثقل الاعمال. يا عمري خاله فدوه ان شاء الله يعني من اهل الجنه. يا رب رحم الله والديك ولك بالمثل ان شاء الله. امين يا رب. خجلتني خالتك واني من اخجل ما اعرف اسوي. هاي يا والدي حياتي. بما انه خشمي صغير وخاله ما تنمرت علي بس تتنمر على ذولاك الناس اللي عيونهم صغار. ومن يضحك ومن يضحك عيونك. اي انا ياباني. اي ياباني. الله يستر عليك. راح اسالكم سؤال جواب جاوبتوا اعطيكم هديه. اي حتى اشتري الجهالي للجيم. عمري والله ما جاوبتوا اعطيكم هديه واخذ حمزه واروح. حياتي. يلا خلينا نسال السؤال. كم كان عمر الرسول محمد عليه افضل الصلاه والسلام عندما نزلت عليه رساله النبوه؟ ايش اللي عليها؟ دير بالك سيليني. 40. ايش تعرف؟ شنو علي غير اهلي مسلمين. سيليني بعد هي غششي. سيليني غير سؤال. بس ما تغششي. لا. اساله بس هو. أيه. اوكي يلا. بما انه جواب الاول صح نساله بس هو يقول اني مسلم و يعني هيك شو تساليني اجاوب؟ يلا صعب شويه. صعب شويه؟ انت بعد فزتي هاي هاي عمري انت. لماذا سمي العام العاشر من البعثه عام الحزن؟ عام الحزن؟ اي العام العاشر رسول محمد عليه افضل الصلاه والسلام سمى هذا العام او الناس اللي كانوا وياه والصحابه سموه انه هذا عام الحزن. عام لان هاجروا من مكه. يا المسلم. الرسول عليه الصلاه والسلام. ما اعرف هذا السؤال صراحه. وانت مو قلت لي اني مسلم وسأليني اسئله. بس يعني مو هيجي مو هيجي. ما اثقن. انا اتذكره. لا انت جاوبتي صح. اقول لك باوع 50 دقيقه اخذت 55 انت وحدك معكم للحلقه. لا لا شلون نعزل هنا؟ لا غير السؤال. لا نعطيك هديه. يلا اي شنو راح تخلصت الحلقه راح اختم. انطيني هديه. هذه هدايا اثنين
مقدمة من ايدل بيوتي، عطور خاصة من وكالتهم، واحدة الك واحدة الك خالتي، بالعافية عليكم، ولكم خصم 20% من المحل، عنوانهم بحي الجامعة بشارع الربيع. حلو؟ حلو. هذه الهدية الثانية مقدمة من أوسكار لتجارة الأخشاب أكسسوار المطابخ، زوروهم بشارع فلسطين مقابل وزارة الداخلية، تتواصلون وياهم على الفيس، تتصلون بهم، احنا فزنا ويا فاطمة قيدار، ينطوكم هدية خاصة للمطبخ. تسلمين حبيبتي، أشكرك حبيبتي، وشرفت يعني بمعرفتك وبشوفتك حبيبتي، أشكرك. راحت الهدية وقعتها. شوفك بخير. الله يسلمك. الله انت بخير. الله يسلمك. الله يسلمك. عيد مبارك عليك وعلى العراقيين يا ربي، ويحقق امنياتك. اي والله يما رحم الله والدك. الله يحفظك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك عليكم. شكرا خالتي. مشاهدينا الكرام، من اسولف ويا عائله ويظلون يحكوا لي هاي الكلمات مال الله يحفظك والله يرزقك وينطيك العافيه ومع السلامه، والمايك يمي ويمهم، اتخيل التليفون من اخابر خالتي، وظل انا وخالتي نسولف مع السلامة مع السلامة، الله وياك الله وياك خالة، ما ظل ماخذني الواز، الله يساعد. أهلا عمري. أهلا حبيبي. أهلا وسهلا. أهلا وأنت بألف خير حبيبتي، علينا وعليكم إن شاء الله أجمعين. هاي بنتي ووالدتي. الله يحفظها. عايزة أقولي أختي ما شاء الله. فدوى لعمرك، عيني أروح لك فدوى. شلون؟ فدوى لعمرك، فدوى لعينك، والله الحمد لله، الله يخليك. فدوى يسلمك. فدوى لوجهك يوم الي الشرف. فدوى العيون. شلونك؟ زينه. شنو هالاناقه؟ صيفتي خيه؟ منطيتينا مجال نصيف قبلك، قلتي تطلعين احلى وحده بالعيد. شنو اسمك؟ موده. موده. يا صف رابع. شطوره. ايش قد درجات؟ كلهن عشرات. كلهن؟ كل. يعني اذا اسالك الاسد وين يعيش تعرفين؟ اي. وين؟ بالغابه. والنمر؟ بالغابه. والحيه؟ بالغابه. شنو حيه بالغابه؟ تعيش بالحشيش. بالحشيش؟ لو بالصحراء عادة أكو حية تعيش بالصحراء، أكو حية تعيش ويا الحشيش والزرع، أكو حية تعيش حتى بالأماكن المهجورة والصخرية وبالجبال، صح؟ حسب شنو بيئتها المناسبة. إيه. إيش الشطورة كفك بطلة. زين خالة شلونك وياها؟ لا 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 الحمد لله. ها. والله عبابة؟ في دول عمرها شاطرة وتسمع كلام ومؤدبة وما تطلع أصلاً. اي والله الله يحفظها لك. شوفيها شلون شافت نفسها علي الحين. بيها وانت حلوه وهي تحب الحلوات. ما تحبين البنات الجميلات؟ صدق انا يعني جميله. انا اشكرك لي تشوفي لي جميله. صمتي برمضان ولا لا؟ اي كله. ها. صمتي صيام عصافير لو صيام كبار؟ لا صيام كبار. مي منا عصير منا؟ لا لا. شكلي اتمنى. لا تخربطت بالمدرسه وما فطرت. اي عمري والله. الله الله يسلمك عمري. يستر عليك ان شاء الله بطلة. فدوى الوجه. شنو هو روتينك اليومي بشهر رمضان الفضل؟ نقعد الصبح نراجع بالدراسه، دوامها مسائي. يومي مسائي؟ لا مسائي وصباحي. اي بس بالمسائي نقعد من وقت نحضر دراستها شويه، اصلي نوبات اي الصبح، تقرا قران، تبدل وتروح للمدرسة. عاد أنا أقوم للفطور للتنظيف. أي تفاصيل البيت ما تخلص. أي عاد هي تجي للأربعة نكمل الفطور. بس هاي الطفلة عين ترى عليها. الله يخليك. الله يسلمك. أي هواي الحياة يعني. فطور شو تسوي؟ كل شيء. أنا الشيف مال البيت يعني. أولي يما الشيف مال البيت. أي يعني كله دولمة، برياني، كسة دجاج، لحم. اي على السحور. مشروعها بالبيت شيء. واني مشروع عندي. يعني عندك بيج؟ اي بس ما عندي بيج. لا شلون يعني هيك شيء محلي بال اي مع محلي. اي بس منطقه. الله يرزقك. اي الله يوفقك ويفتح. شكرا جزيلا. فرحت بشوفك. فدوى احنا اكثر والله والله العظيم. يا رب ان شاء الله يوم اللي تجينا حملة تعيينات كبيرة ويتعينون كل اللي يستاهلون وعدهم شهادة. آمين. خرجت وقعدت ماكو تعيين. أيوة. لازم نعتمد على نفسنا. ماكو. أنا كل تفاؤل لأن أكو تغيرات تجنن ببغداد. فإن شاء الله القادم أفضل. إن شاء الله ونعمة بالله. شوف كل الخير. شوف شوف كل الخير والله العظيم. خجلتيني يا رب. لا حبيبتي حياتي. الله يخليك. ليش قاعد تروحي لأهلك برمضان؟ أنا صراحة أصلاً بيت أهلي يعني. مستقرة يوم. أي مستقرة يومهم أحسن. بدأ شوفوا راحتها. راحت بال. كلش مرتاحة. أنا يومية يما أريد أجي. يما لزمي بيتك قعدي شوية. إيش عندك يم؟ لا شوية قعد. الله يسلمك. هي شوفي كل شيء بعيد عن الأم صعب.
كلش. كل شيء يم الأم، مش قد ما هو صعب يسهل. صحيح. يعني ما أدري، سبحان الله تحسيها تنطيش دعم. أي فعلًا. خارق. مو اعتياد. صحراء. والله صح. صحراء ماكو شيء. أي. الله يساعد كل بنت عيالها بعيدين عن أهلها، كلش الله يعينها ويبعد عنا وعنكم الإفراق وكل مواقف الصعبة. شكرًا جزيلًا حبيبتي. شكرًا شكرًا. أسألكم سؤال. أي تفضلون. أكيد سامعين بالسنة العاشرة. أو العام العاشر من البعثة كان عام الحزن على الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، ليش؟ لأن توفى زوجته السيدة خديجة عليه السلام. بعد وصاحبه؟ لا مو صاحبه، شخص من أقاربه كل. هي أكثر شيء السيدة خديجة. بس بعد أكو شخص هم توفى. أبو طالب؟ صح. هاي شنو ماما الشاطرة؟ مين جايبة هاي الأم الحلوة أنتي؟ يعني للمعلومة مترددة يعني. بس أنتي المفروض تعرفين، أنتي تدرسين إسلامية أكثر مني ومن ماما. وهي إذا تفوع على ماما هسه راح تجاوب، هسه راح تجاوب. وهي خريجة التاريخ، لازم عندها هيجي تاريخ. أي لازم. الله صحة وعافية. شكراً جزيلاً. طول عينك حبيبي، نورتوني، كلش فرحت بشوفتكم. هذه هدية مقدمة من ايدل بيوتي، عنوانهم بحي الجامعة، عطر خاص من وكالتهم، تستخدموا بالعافية والهنا. الله يسلمك. وهذه هديتين مقدمة من اوسكار لتجارة الاخشاب واكسسوار المطابخ، جهاز كهربائي واكسسوار للمطابخ، عنوانهم شارع فلسطين. شكرا حبيبتي. ان اسفين عيني، شرفنا بشوفتك عيني. مع السلامة. كل الهلا. مشاهدينا الكرام، احنا مستمرين وياكم لهذا اليوم من الأعظمية والجو يرد. شنو وحدة عمري يعني؟ شنو وحدة عمري؟ وزع عصاي راني. شنو لعبت والله تحبني؟ شنو وحدة عمري الحين؟ ايش احلى الحين؟ هاي اقول لك وحدة عمري. ايه وحدة. اوكي، واحد اثنين ثلاثة. عمري هسه تمام. اكمل الحلقة. يلا اوكي، شكرا لين حكمل الحلقة. مرحبا، شلونك حبيبتي؟ اهلا وسهلا. الحمد لله. شلون صحتك؟ الحمد لله ماشي الحال. علينا وعليك ان شاء الله. اسمك؟ حسين. حسون. كاكاو. يا عمري اسمك كاكاو؟ ايه. يدلعوك كاكاو؟ ايه. انت احلى كاكاو بالدنيا. انت شوكليت. والله. مدى يصدق هو؟ معقولة هاي صار له 5 أشهر ينتظر هاي اللحظة؟ اشكال الوان حفظ اشعار، دا يقول انه اشوف فاطمة قيدار واحكي لها الشعر. فاطمة قيدار. شو رأيك؟ لا لا صير الطولة. شو رأيك فاطمة قيدار؟ زين شو رايك تقعد يمي انت؟ هم تعال حمزه يقول قعد وارتاح. وتعال يلا يلا تعال اقعد يمي، تعال سالفتنا مطولاني يعني. شنو رايك فاطمه قيده؟ حلوه. شنو بس تضحك وماما تغششك وتقول لك قول حلوه؟ اريد تعبير حلو. حلوه حلوه. زين عاجبك شغلي؟ ايه. حلو البرنامج؟ ايه. ها بدينا عفي خل اصور. اي ايه. شنو البرنامج شلونه؟ يخبل. ها يلا. حمزه حلو يطلعني. ايه يلا. عاجبتك؟ ايه. يعني استمر بالبرنامج؟ ايه. ماما شو تسوي لك فطور؟ ها ماما شو تسوي لك فطور؟ اشكال. الله يرزقكم الصحه والعافيه حبيبي. هذا تقول لي ان شاء الله لنا والك الله يوفقك. ليك ايش دعوه؟ هي دعوه ببلا. انت يا صاح ثالث. يا صاح ثالث. ثالث شاطر لك. شاطر. هواي له شويه. هواي. زين ليش تهز برجلك؟ متوتر؟ متوتر عيني. انت شلون؟ الحمد لله. تعبت بالتربيه؟ كوكي لا، المهم يخاف علي. عمري والله شلون كاكاو هذا حلو؟ يعني من ساعة كل زعلان من عندي، فدا صخره يقول لي صخر يارا، وداني سويت جبت الاشياء اللي يحبها الاكلات اللي يحبها اليارا، فاخير شيء قلت له 1 2 وصلت الاربعة كان يقول لي اوف منك، راح اجيب لك هاي المرة بعد ما اجيب لك مرة ثانية. قلت له هاي احلى شيء انه انت تخاف. عمري يا عمري الله يحفظه. يا عمري في دلقى. الله يكبر ويصير سندك. يا امين يا رب. اسألكم سؤال؟ تمام. يلا اسألكم سؤال سهل لو صعب؟ يعني اكيد سهل. الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وين تخبى من كان بالهجرة بطريقة هو وصديقه؟ الثور. يمكن غار الثور. الثور لو غار ثور. غار ثور. بطل وشاطر وماكو من عندك. انطيني هدية. الهدية الهدية الهدية. شو ما حد ينطينا هدية؟ ها هسه تمام؟ ها يلا اوكي ننطي. يعني ما اسال بعد ننطي هديه؟ ننطي هديه. ها شعر. حافظ شعر؟ اي شنو؟ شعر حلو لو مو حلو؟ يعني هو بيت. هو بيت. يلا نسمع. هذا شعر اهتاز صديق الانسان اللي هو ما جايبه محمد.
شلون؟ اهداء صديقة اللي هو صار له مشايفه اسمه محمد. عمري اللي يهديه. غيرنا سكنه وهو بقى بالدوره واحنا اجينا لنا. اوكي. أي. يلا. خوتنا انا وياك نوح وسفينه، يوم نغرق احنا اثنين يود الجبينه. يا يما يا يما يا عمري، خوتنا انا وياك نوح وسفينه، يوم نغرق احنا اثنين يود الجبينه. يا يما حبيبي، يلا شو ودي شوف محمد؟ لا دا ودي والله كل اسبوع يعني. تريدي لا سفينه ولا غرق؟ في ما يكفي ويا محمد ما يكفي. حبيبي الله يحفظه. هذه هديه مقدمه من ايدل بيوتي، عطر تستلمي من وكالتهم، وهذه هديه مقدمه من أوسكار لتجارة الأخشاب. بالعافية عليكم دائما، كلش يعني مميزين بالأخشاب اللي وفروها وأكسسوار المطابخ. تروحي لهم تزور تجارة فدائما ماشي مسواقي يعرفوني وعرفوني. تسلمينا علي إن شاء الله وروحي استلمي الهدية بالسلامة. شكرا لك حبيبتي وانت بألف خير. لا مو حمود كيكو. شوفكم بخير عمري. والله مشاهدينا الكرام احنا مستمرين وياكم، فاصل ونرجع نكمل حلقة اليوم من العظمية الحب. هذا البرنامج برعاية مشاهدينا الكرام من الأعظمية، تحديدا شارع سهام. الله يساعدك، وين رايح؟ تعال سولف معك. الله يسلمك. والله بخير الحمد لله. انا كنت اصلي بجامع ابو حنيفه. يا رب مقبول. سبحان الله جيت ببالي، جيت اتمشى انا يومي ورا الصلاه، جيت اتمشي تعيلي بالصلاه قسم بالله ودعيت لكم. والله العظيم الكادر كله الله يوفقكم ان شاء الله، يفتح عليكم الله يسلمكم. يالي اذا انت تصلي واجب بالك. والله العظيم جيت انا يومي اصلي واجي ساعه وارد ارجع انام، لان عندي دوام من الصبح بالجامعه. الله يسلمك. الله يسلمك. الله شلون؟ والله بخير الحمد لله. اجمعين ان شاء الله وعلينا وعليكم، ان شاء الله ينعاد علينا بالصحه والسلام والامان اجمعين. كل عام وانت بخير وعيدك مبارك، ما بقى شيء. اجمعين ان شاء الله. والله الحمد لله. والله بخير الحمد لله. الصبح عندك شغل؟ انا سباك اشتغل مي ومجاري. طلعت اول على العراق قبل سنتين، كرموني بنادي العلويه سياره سباك اشتغل يعني تاسيس مال مي. وداوم جامعه بغداد ماجستير. شنو كرموك؟ طلعت اول يعني بالشغل بالسباكه بالشغل. اي والله العظيم ما شاء الله ما شاء الله. وداوم جامعه بغداد طالب ماجستير. صلوات على النبي. موظف ما شاء الله. كل نحاويهم الله يوفقك. الله يسلمك ان شاء الله. سبع صنايع وبختك بالعلالي. شوية ضايع. لا إن شاء الله ما يضيع. الله يسلمك. شوف يعني يا رب يوفقك بكل خطوة، مليون طريق يسهل. شوف هي الواحد اليوم بس يرضي أبوه وأمه كلها تنفتح قدامه، كلها تنفتح قدامه. ولا فالواحد مرات مثلا اللي يريد يقابل مثلا وزير يقابل رئيس وزراء، يحض له قصيدة يحض له شيء. هو أي شغلة تريدها بكل برود وبكل سهولة تيسر لك. صلي لك ركعتين ورا 12 بالليل بالوحدة بالليل بظلمة الليل وادعي، قول إلهي أقلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح للسائلين، إلهي قارت النجوم ونامت العيون وأنت الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، إلهي فرشت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه، وأنت حبيب المجتهدين وأنيس المستوحشين، إلهي إن طردتني عن بابك فإلى أي باب ألتجأ، وإن عذبتني فإني مستحق للعذاب والنقم، إلهي وإن عفوت عني فأنت أهل الجود والكرم، يا سيدي لك أخلص العارفون وبفضلك نجى الصالحون وبرحمتك أناب المقصرون، يا جميل العفو أذقني برد عفوك وحلاوة مغفرتك، وإن لم أكن أهلا لذلك فأنت أهل التقوى والمغفرة. وادعي وربك يفتح بكل شيء. منيالي واني سمعت هاي الدعوة بهاي الأيام المفترضة. الله يسلمك. شنو الدعوة؟ أنت 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 من محبين الشعر فننقلها على مهند العزاوي. جنن يعني الدعاء اللي أنت ذكرته يجنن. الله يسلمك. الله يسلمك. فهو لازم واحد من يريد يدعي، أنت جاء تطلب من رب العرش رب السماء، لازم تكون دعوتك مليقة باللي شيء أنت تتلقاه. ومهند العزاوي شو يقول؟
يقول وفي صبح وقفت أمام مرآتي وقد بانت على وجهي خساراتي، أرى شخصا على المرآة يكرهني وما أقصاه كره الذات بالذات، واسترجعت بعضا من الأيام ذاكرتي لتأخذني إلى أقصى محطاتي، إلى حب قديم في جامعتنا، إلى خوف تمادى في كتاباتي، أخاف أشتاق لك وألقاك ما عايز، وخاف من القلب البعد ما جاء، وخاف قبال عينك نظرة مني تصير تشبه نظرة الخسران للفايز، ودعتك بلحظة مني تشلب بيك أودع وابكي مثل وداع الجناي، كبرت بغيبتك ما عرفت انسى وعرفت الفرق بين الصورة واللمسة، يكون الله ويجيك إحساسه وتحسه وتشوف ايش قد وجع وياك متجاوزك. رب يوفقكم انت والكادر استاذ حمزة والاخ العزيز هذا حمزة هذا حسن الله يسلمك الله يحفظكم الله يسلمك. ما تدري ايش قد يعني نورتني وشرفتني وهنيان هالحلقتي انه انت كنت موجود. انا دليم من الرماد وحالهم غير ومن كرمهم ما جنى ومال. ايوه تحياتنا لاهل الله يسلمك الله يسلمك. اسالك سؤال على راسي سهل لو صعب كيف؟ بما انك ما شاء الله طالب ماجستير ما وانا كلش اعرف انه الماجستير ايش قصه صعب دراسته ببغداد وعموم محافظاتنا، والله يساعدك على الامتحان التنافسي وعلى طريقه الدوام وعلى طريقه التعاون مع الاساتذه، صح الاساتذه يجننون بهذه المرحله. يرضى عليك انا ما واجهت باي صعوبه الحمد لله والله العظيم. ما شد حيلك ادعي لي انا ناوي على الماجستير بس هاي بس هاي قول لامي تدعي لي ناوي إيه الله ان شاء الله كلنا ندعي لك. لا هيك بدون امتحان تنافسي يعني والله شوف انا ولي صديق خويي يعني جينا انا ويا هو اللي سوى له واحد اقدم ماجستير هو امتحان الجامعة العراقية وانا امتحان جامعة بغداد انا انقبلت وهو ما انقبل هو اللي سوى الواس والله العظيم عمري خطي الحمد لله رب الله يوفقكم انت وياه الله يسلمك ان شاء الله هاي السنة يقدم ان شاء الله يا رب يا رب اني هم امانة الله يعني صديقتي من ستعلى يعني من الناس اللي تشجعني بكل شيء هي اللي خلتني حتى شلون اكون اعلامية ميدانية شلون اعرف اتصرف ويا الكاميرا دربتني بكل شيء فالصاحب ساحب فهنيان اللي يختار صديق زين. صح الحمد لله والشكر الحمد لله والشكر. اليوم حتى اذا انت تختار صديق سوء اذا انت تربيتك صحيح وانت تغيره انت تغيره يعني انا كان شخص يعني ما يصلي قام يصلي الحمد لله والشكر. لا والشكر. اليوم كل شيء الحمد لله والشكر. ولك راح نعطيك هديه بدون سؤال. انتم هديه. بدون وجهك لا تسلم رحم الله والديك. هذه هديه مقدمه من حي الجامعه من محل ايدل بيوتي عنوانه بحي الجامعه بشارع الربيع تروح تستلم هديتك ولا ليش ما تاخذونها انتم؟ والله الواحد غير محتاج والله انت تريد انت تعطيها هي شو قابل انت لان محتاج انا اعطيك هديه هذا مني لك لان انت شاركت وياي الله يسلمك الله يسلمك كل الهدي انا هاي شوفتكم مشاركه عندي الله يسلمك مع السلامه على راسي حياكم مع السلامه مشاهدينا الكرام احنا شويه ونرجع لكم فاصل قصير وراجعين من جديد. مساء النور يعني أنا مرحبا علينا وعليكم أجمعين أجمعين علينا وعلى كل العراقيين إن شاء الله بالخير والسلام يا رب. شو هالنيولوك الحلو اللي بشعرك شيبة حلوة الله يسلمك انت موديل انت مسوي الله يسلمك لا هو طبيعي متأكد يعني بعض التفتيشات عليه يعني هو طبيعي بس عليه رتوش شوي بالضبط لا عمو أنيق الله يحفظه أبوي الله يحفظه لك إن شاء الله شلون الحمد لله الحمد لله ان شاء الله بخير يا موالي 2018 يا عمر صغيرون اي صغيره بس يا الله يستر عليك ان شاء الله قولي لي شلونك ويا الفطور هو يا امي ساعديها لولا لا ساعدها اقدر اقدر سوالف والله اكثر شيء شال عقلك البيت اكثر واحد ايمن والله هي قرانات هي وعدي ابني اسمه ايمن فهي ويا شلون اقول لك الحرب اي يعني كويسيه اي عافيه بالضبط يتناقرون اي منو دائما اللي يرضى الثاني؟ هي يما الحنينه فدوى الوجه انت احلى على ايمن؟ لا ايمن انا من هيجي يعني من يزعل ما ترضي؟ ابد كله كتل كتل توني قلت لك حنينه ما صار لي دقيقه قلت لك مشاقه لا بالعكس يعني ما تحبي؟ لا احبه هاي زعل حبايب راح نفضح يعني تحبي بس لان ده صور؟ ايه بس نشوفها لان يقول احبك نشوفها تقبل عيطه بالبيت ايه
لا وادي عبد الله اكيد الله يحفظه. ما هي شلون يقولون عركه الاخوان هاي منسي اي لا لا يبقون اخوان ميالة تبقى ميالة بالضبط ما حد يقدر يتخلى عن الثاني طبعا اكيد. احكي لي عمو ابو ايمن انت انا ابو احمد ابو احمد عمو ابو احمد شلون يومك شلون يمشي ويا رمضان شو وقت تطلع شو وقت ترجع؟ والله اني دوام اطلع وارجع يعني بس هو شيء على شيء يعني رمضان يعني حلو حلو يعني بركه ولمه ويعني رزق الحمد لله فهو اجواء تختلف عن باقي الاشهر كلها يعني احلى أيوه. شهر بالسنه احلى شهر يعني حتى كلش اي والله يعني حتى من نريد نودع ايام الاخيره تحسين يعني فرقه كلش قويه بي اي والله تعودنا على الصيام تعودنا على الروتين الحمد لله وشكر زين عم ابو احمد محضر فلوس العيديات ابو قشني والله يعني اي حضرت الراتب ان شاء الله فوق الراتب هاي عادي يعني مساله عاديه هاي بالحسبان يعني نوبه شو اسمه العيد الكبير مو بعيد يعني ما تلحق تعوض الخساره راحت والله يمشي الصحه والستر يعني الملابس تروح وتجي وكلها هاي الامور بسيطه يعني على الملابس سهله والعيديه واليوم اي طبعا على القرايب ما تدري من هاي هاي واجب واجب اي الله يحفظك ويرزقك ان شاء الله اجمعين الله يخليك الله يعزك عمو كم بنيه عندك؟ والله عندي بنات اثنين توتة يعني اسم الدلع توتة بس هي دالي وعندي أزل الله يحفظها من هي أكثر وحدة بالبيت تكون مشاكسة عندكم؟ والله صراحة ما عندي أحد مشاكسة؟ أبد يعني مطيعات يا عمري أيوة والله والولد؟ والولد هم زينين الحمد الله يحفظهم ويفرحك بي نعمة يعني نعمة هاي أيمن أيمن أيش بي أيمن وياك عمي عوفي لي خطية أخوها يعني ودي أمي قد عمره أيمن؟ ما ادري ما تدري ابوي كبير الله يستر عليه يعني اكبر مني يلا الله يحفظكم ان شاء الله اخر شيء يعني بزر القاعده بزر القاعده اللي نايم دلله فضوج احد غيره يدلل بالضبط ابد تدير نمبر 1 يعني الله يحفظها لك يا رب عمو شوفكم بخير وسلامه اسالك سؤال تفضلي سهل والله براحتك انت بعد شو تريدي لا اهم شيء سهل سهل؟ اوكي يلا والله سؤال سهل كلش ان شاء الله اوكي كم كان عمر الرسول محمد عليه افضل الصلاه والسلام عندما نزلت عليه الرساله؟ 40 سنه انت شلون بابا شنو انت ما تعرفين الجواب؟ بابا موجود غلسي غلسي اوكي غلسي غلسي وين الهديه؟ عاشت ايدكم طوني الهديه هذه هديه مقدمه من ايدل بيوتي عطر خاص من وكالتهم عنوانهم بحي الجامعه بشارع الربيع قرب كليه الاداره والاقتصاد سابقا اتصلوا بهم على عنوانهم الموجود او صفحتهم ولكم خصم 20% على الهديه وهذه هديه تعطيها الماما من شركه اوسكار وينها ماما؟ والله الهديه لك اوكي؟ عافية عليك هذه هدية مقدمة من شركة أوسكار لتجارة الأخشاب عنوانهم شارع فلسطين هدية حلوة للعيد يا أما جهاز كهربائي يا أما أكسسوارات والله هدية لقائكم الطيب وشوفتك يعطيك الصحة والعافية ويوفقك بمجال عملك إن شاء الله يا رب إيه والله تستاهلين ما قلت لنا عمري عمري مع السلامة الله يعافيك بخير وعافية مشاهدينا الكرام احنا مستمرين وياكم بهذا اليوم وهذه الحلقة من منطقة الأعظمية تحديدا بشارع سهام اكو عائلة هجمت علي الله يسلمك عليكم السلام شلونكم؟ الحمد لله لو عمري شلونك الحمد لله على الله الحمد لله شنو يصيرون منك؟ زوجي واطفالي الله يحفظهم تعال شوية نجي شوية هنا تعال شوية هنا زين الحمد لله شو اسمك؟ هيا هيا الله يحفظك شو قد عمرك؟ 12 حلو ابراهيم ايش قد عمرك؟ 8 ايش قد؟ 8 8 وانت يا بطل؟ 5 ايش قد عمرك؟ هو 5 لا صح عمرك 5 شو اسمك؟ شو اسمك؟ ادهم ادهم؟ زين شو انت عمرك 5 سنين بس ما شاء الله طول بعرض وعبالك 6 اي عبالك يعني صف ثاني ابتدائي ثاني مستمع شلون؟ مجتمع مجتمع مستمع يعني شنو مستمع؟ مستمع تمهيدي ايه عافية بالشاطر شلونك؟ الله يسلم الله يخليك على الجميع ان شاء الله صحة وعافية على هذا الشعب حتى تبيني شلون؟ الحمد لله نعمة من الله والله ثلاثتهم الله يبشرك بالخير الله يخليك ثلاثتهم؟ الحمد لله أكثر واحد هذا مستمع أنت خوش مستمع من يقدر لك؟ الله يخليك الله يحفظها لك ان شاء الله زي البنية ما مدلل طبعا هالوحده هاي الكل بالكل ايوه احكي لي شوي عن البلاد
بكل شيء بكل شيء يعني حتى ملابس العيد اثنين اثنين. بس انت يعني اثنين في واحد ياخذ لهم حاجه لا حاجه. ولين بنو؟ زين شنو التربيه الاصعب كانت بالنسبه لك البنيه لو الشباب؟ الولد. ليش؟ اخاف عليهم من كل شيء يعني البنيه شويه شرى تستمع لكل شيء يعني حريصه الولد لا. البنت سبحان الله تفهم كلام امها النصيحه من الوالده تطلع مره واحده خلاص ما خليها يعني بس الولد لا يعني عينك عليها موجوده يمك حمزه يقول تعالوا منا انا حتى كنا نبين عاشت ايديكم بس الشباب اطباعهم تختلف عنك والوالد ما متفرغ يربيهم تربيه لان اكيد عنده شغل مسؤوليه البيت فتشوفين انه صعبات صحيح والله اي صحيح الله يحفظك الله يرضى عليك زين منو اكثر واحد يدلل عليك هو جنوني يقول انا جنوني هو الصغير جنوني عيني كل هالطول هذا جنوني يعني شنو انا مجنوني انا مو صغيره سابح بالموطه جل تاكل ايس كريم طيبه زين انت تصوم لو لا ها تصوم شو وقت تشرب ماي ها شو وقت تشرب ماي بالليل وبالنهار ما اشوف صيام ها لا والنوب ذكي وما ينقدر له زين انت تعرفني شايفني قبل حلوة حبابة لو مو حلوة حبابة؟ شايفك في اليوتيوب اليوتيوب؟ زين أنا شو أقول؟ ها؟ عمري الله يحفظكم إن شاء الله ويستر عليكم يا رب احكي لي شلتي الزوالي لو بعد والله شلت نص ونص خليت خفيف لين عندي أطفالي شوي والله تصدرين أني هم ضميري بأن ابني أفكر أكشخ على العيد وأشيل الزوالي لو يتمرضون جهالي وأعطيهم دواء لا والله شلت خفيف يعني على مودهم على مودهم إي خففت إي والله حرت حارة إي حارة قبل العيد بيومين حرت صحيح والله إي بس شلت خفيف أني ولين همينة شوية دوام صح. بس شوي شلتها انت موظفه احكي لي على روتينك برمضان شلون عليك روتيني لا تحكي بس ابكي لان انا راح ابكي وياك انا منين شربتها ورا الفطور ما لحق نعسانين النهار كله نعسان حتى بالدوام ما نسمع نوم اي والله اقعد الصبح يعني دوام انا مدرسه اي الله يسلمك ارجع يعني شوي اخذ لي قيلوله لان تعب اقعد على الفطور ورا الصلاه والهذا خلاص ما تلحقين لازم تحين الليل قراية همي أنا ما أخلص أي والله قويكم إن شاء الله ويحفظكم أسألكم سؤال ولا حمزة يقول شوية تعال إيش تسوي أنت إيش تسوي إحنا مو دا نصور تعالوا تعالوا هنا هسه تمام وقفتنا أوكي نسأل سؤال حمزة لو ما نسأل لا نسأل سؤال عيني هذا حمزة حمزة أرفع إيدك الجمهور يريد يشوف حمزة وين ها شفت حمزة تمام عاشت إيدك أخي حياك الله زين نسأل إيش سؤال سهل أو صعب كيف وسهل أو صعب هواي سهل هواي هواي له هواي شوية هواي شوية لا أنا راح أنطيك سؤال سهل حيل تعبانة إيه مال وحدة موظفة وتعبانة وما شبعانة أبد حلو كم جزء بالقرآن الكريم 30 أطول سورة بالقرآن الكريم البقرة أول سورة بالقرآن الكريم فاتحة هي أصلا ماما شاطرة مو صحيح صح وين أكو من عندها الماما الله يحفظكم ويستر عليكم كل عام وانتم بخير انت بالف خير ان شاء الله سلام وبركه فدوى قلبك عمره الله يرضى عليك هذه هدايا ثلاثه حتى لا تقول هاي يا فاطمه الحلوه ما انطتني هديه اوكي لا تقول ما قلت لي عمري اوكي هذه هديه مقدمه من ايدل بيوتي عطر خاص من وكالتهم الخاصه ما تلقوا باي مكان موجود بحي الجامعه عنوانهم على شارع الربيع وقرب كلية الإدارة والاقتصاد سابقا تتصلون بهم تستلمون الهدايا بألف عافية عندكم خصم 20% على الكارت ما عدا الهدية شكرا حبيبي هلا بيج وهذه أيضا راحت الهدية وقعها ضيعها الغالي وهذه هدايا اثنين مقدمة من شركة أوسكار لتجارة الأخشاب وأكسسوارات المطابخ الهدية الأولى تكون جهاز كهربائي للمطبخ والثانية هي أكسسوارات للكاونتر ألف عافية عنوانهم شارع فلسطين اتصل بهم على الفيسبوك مكتوب هنا شكرا عمري الله يرضى عليك حبيبتي الله يسلمك سوينا زحمه عليك اشكرك تسلمين يحفظ لك العائله الله يحفظك يخليك حبيبتي وانت بألف خير ان شاء الله يا رب وياك مع السلامه احنا مستمرين وياكم يوم من ايام شهرنا الفضيل ما بقى شيء وندخل على عيدنا اللي احنا متحمسين ننتظره واللي هوايه من العراقيين يبكون لانه ما ظل شيء وينتهي شهر رمضان الفضيل وينتهي بدمعه مثل ما بلشنا بدمعه فرح انه احنا مقبلين على شهر رمضان الفضيل ننهيها مع توديع هذا الشهر الفضيل بدمعه حزن لانه راح ينتهي لانه تشوفون العوائل كلش انجمعت الزعلانين تراضوا واللي ما يلتمون التموا والاصدقاء على طول يكونون سوا فتعالوا ويانا نكمل حلقتنا نروح فاصل لو نكمل اوكي تعالوا شلونكم نروح لهم احنا اوكي يلا انا اجيكم تعال
حياكم الله. شلون؟ هلا وقلبي، هلا عمري، الحمد لله علينا وعليكم يا قلبي. انت ايش عليكم بالصحة؟ تسلمين عمري حياتي. شنو انت ما تقولين عمري؟ حبيبتي اهلا وسهلا يا روحي حبيبتي، وانت بخير بالف خير الجميع يا عمري. حبيبتي في دول كربس دول احفادي وهاي بنتي يا عمري. والله خاله عندك هوايه ولد؟ الحمد لله. ولد لبني؟ ولد. يا روحي شنو هالجمال هذا؟ شنو الشعر الحلو؟ صلوات على النبي. حمزه بس حمزه هذا ولد، دي تشوف شعرك؟ صلوات على النبي. شنو هالشعر الحلو؟ تحب شعرك؟ خما تقصه. ما عندي اخوت يا ربي. شنو هذا الشعر الحلو يا ربي؟ شعرك اشقر وحركات. الله يحفظه ان شاء الله. حبيبتي تسلمين. يستر علي. زين شو اسمك؟ فقوري. فاروق. فقوري ذو الفقار. اوكي فقوري. احلى شيء انه انتم الاطفال مدلعين نفسكم وبنفسكم، ما حد يدلع قبل. شلونك؟ والله الحمد لله. شلونك ويا الصيام والاطفال؟ تعرفين بعد المعاناه. تشيلي بتشيلي هسه بجيت وجيت. تقول بجيت وجيت بدل القهر مع الاطفال ورمضان وتعب الصيام. مدرسه ثاني. الله يسعدك. ذولة رويسيه مثل ما نقول، وتعرفين على طول صايمة. وصايمه وظيفه لو قاعده بالبيت؟ لا قاعده. زين وش وقت تبلشين الروتين اليومي؟ والله احنا نقعد ب 12. زين نبلش ريوق يروح مدرسه، ابدي احضر بعد بالفطور على ما يصير الفطور يخلص. او هاي على هر. شو وقت تطلعين ورا؟ والله هيك وقت نطلع تقريبا بالتسعة هيك. اي نجي الماما نطلع انا وياها، لان ما عندي انا الوحيده لاهلي. يا عمري وما عندك بنوته؟ ما عندي اختي. يعني تخيلي لا اخوان ولا اخوات. يا عمري ولا بنيه. يا عمري الله يعوضك بهم خير وبركه، وان شاء الله هم كلهم يخلفونك بنات. تسلمين ان شاء الله. يا بصير عندك درزين، كل واحد منهم يخلف ثلاث بنات. لازم لازم. الله يحفظك ان شاء الله. شنو اطيب فطور تسوي امك بحيث اذا هي طابخته تروحين تفطرين؟ نروح دولمه وبرياني. والله كلهن طيبات. الله يحفظك. الله يسلمك. زين قولي لي دائما دائما من تحسين نفسك مخنوقه من لود الشغل لود الاطفال شو تسوي؟ ادب الجهال على امي واقعد وحدي بالبيت. تستقبل هذا الموضوع كلش؟ اصلا هذا ربايمها هاي السنه اخذته منها. يا عمري والله الله يحفظك. والله الله يسلمك. الله يخليك. تحتاجين انه انت تغيرين جو كلش كلش كل واحد يوصل مرحله ما يقدر. خلاص اي مو تقولين واحد وخلاص عادي، لا هذا يريد شيء هذا يريد شيء هذا لود لود كل شيء كلش ابد ابد. فخطر تستقبلهم كل رحابه صدر. يا بخالتي اي لا هواي من خالتي بالعراق بالكامل. والله شوفي الام اذا ما تساعد بنتها، بنتها ما راح تعرف الحياه وحدها، صعبه. اي ما تمشي ما عندها والدتها متوفيه الله يصبر. عيال عندها عيال يعني بالبيت وهاي لازم اثنين خميس تودي جهالك لازم. اقول لك هذا ربي يمه من جبته هسه اخذته. احسن شيء بعي ما يحس هو رجعي ورا ما يصير ست سنوات. لا ما يقبل. قام ما يقبل. ودي قام يفتهم. الله يسح ماما. اي يلا ما يخالف. راحن الصعبات الحمد لله. اهم شيء ذنيك راحن. فدول سالتك سؤال سهل صعب والله كيفك؟ سالسه تغمز لي خاله زلسه. لا مو تغشي. لا يا يلا اوكي. شنو هو اول عمل قام به النبي محمد عليه الصلاه والسلام من وصل للمدينه؟ هو غير عليه الصلاة والسلام يعني راح للدعوة إن هو رسولنا راح يكمل الرسالة وصل المدينة المنورة. شو سوى من وصل؟ شنو بنى أول شيء بنو نهاية في المدرسة؟ مسجد النبوي. إيه مسجد بناء. ماني عبالي غير شيء. عبالك غير سؤال؟ اي لا ركزي وياي خير. بس راح اسامحك لان عندك ثلاث اولاد. مو لازم تعذريني. لازم اعذرك. لازم لان ما راح اقدر اني ما راح اعذرك. الله يساعدك. اصلا هذه هديه مقدمه من ايدل بيوتي. الف عافيه عليكم. عطور خاصه من وكالتهم تستخدموها بالهنا. حياتي شكرا. وهذه هديه ايضا من اوسكار لتجاره الاخشاب واكسسوارات المطابخ. هديه لكم جهاز كهربائي للمطبخ واكسسوار. شكرا شكرا قلبي شكرا. ايش ما ادري كان يدا جهز مطبخي. شركه يعني اوسكار كاونتر بطريقكم. هي اريد. يلا ان شاء الله تسوين كاونتر يمهم ان شاء الله. ان شاء الله قلبي. سلمي لي عليهم. ها يوصل حبيبتي بدوك. نشوفك بخير. الله وياك. مع السلامه. خلاص ساعديها بالاولاد خطيه. احنا مستمرين وياكم مشاهدينا الكرام لهذا اليوم. اكو بنوتات كلش حلوات دا يباعون علي. هلو
شلونكم يا ربي؟ شنو هالأناقة هاي؟ شنو الحجاب الحلو؟ شلونك؟ رمضان مبارك، ينعاد عليك بالصحة والسلامة، شو أخبارك؟ الحمد لله. شنو يصيرون منك؟ أختي وأبويا وأخويا. شلونك عم؟ الله يسلمك، الحمد لله. علينا وعليك، الله يتقبل منا ومنكم أجمعين، رحم الله والديك. كبيرة من الصغيرة؟ كبيرة. آه كبيرة شموخ. حبيبي شنو رأيك تندار على حمزة حتى يشوفك؟ يعني حمزة ما دي يشوف. وين حمزة؟ وين حمزة؟ هذا حمزة يا حمزة. على قولته ما جاي، ما جاي اليوم، مو يجون يسألون عليه يقولون ما مداوم اليوم. حمزة. احنا يوميا ندعو ماريا تدعي تقول عم نلتقي، يوم جاي لحظة نلتقي. راسي والله أنا أتشرف. إيش قد عمرك؟ أنا 19. يا عمري والله، وأنتِ؟ 12. يا عمري ما مبين عليها أصغر منك. أي 7 سنين بيناتنا. بس ما مبين كأنك أنا وأختي، أنا أكبر من أختي طالعة وهم أكبر مني ب7 سنين. هو نفس الشيء. الله يحفظكم إن شاء الله. تعالي احكي لي شلون وياك أختك؟ زينة. زينة زوينة مو؟ إي. شنو تضوجك؟ ما تسمع كلام. ليش ما تسمعين كلام؟ مو هي ضوجني. شو تسوي لك؟ تعالك وياي. إي شو تسوي لك؟ ما تقبل تنطيني شيء. ايش فيك ما تنطيها هدوم؟ ايش دعوه؟ قد نحسه هذول باعي باعي، هن ذني الخوات الكبار ما ينطن هدومهم الجديده المشتريها، ما يخلونا نلبسها. ايش دعوه عليهم؟ بس هي ما تسمع كلام وتعاند بكل شيء. عادي خلي نعاند، احنا بزر القعده ندل عادي. مو اني واختي يعني الله يحفظها الي، انا جمع فلوسي هي تشتري هدوم، من يلبس هدوم؟ أنا ألبس الهدوم. من يكشف؟ إي أنا شنو؟ أنا أكشف لك. تاخذها لها. وأنا أجمع فلوس. إيه. وهي تشتري وأنا ألبس. إيه. يعني غير أختي الكبيرة. لا هي مثلا من عندها شيء ما تعطيني، ما تقبل أنا آخذه، بس إيه أنا ما يصير. هي تاخذه. إي ما يصير غراضك. هو هذا الصغير. هو هذا شلون وقعتي باثنين بزر قعدة؟ ما تقدرين. الله يحفظكم إن شاء الله. حمزة يريد أنطيكم هدايا. يقول لي هذا الستر والجمال لازم يستاهل هديه بدون حتى ما اسالكم. يحفظكم الله. محجبه انت؟ مو محجبه. لا بس محجبات. اي بس انت كلش لايق لك الحجاب. نصيحه تحجبي يخبل عليك. اصلا ستر واناقه وجمال. الله يزيدك ويهديك ويصلح بالك يا رب. تسلمين يا عمري. تسلمين. ترى راح اختلف عليك واصير ويا اختك الكبيره عليك. ليش؟ مو انت قلتي لي يعني ما محجبه وانت تخبلين بالحجاب؟ لا ها هي تحلي ان شاء الله. ان شاء الله اتفقنا. تمام حلو. هذه الهدايا مقدمه من ايدل بيوتي. تعالك اقول لك عمري. يلا عمري. هذه الهدايا توزعيها انت على البنات، مقدمه من ايدل بيوتي بحي الجامعه بشارع الربيع، عطور خاصه من وكالتهم ما تلقيها باي مكان، ولكم خصم 20% بسواق العيد. وهذه هديه مقدمه من اوسكار لتجاره الاخشاب واكسسوار المطابخ بشارع فلسطين. تروحين تزوريهم، تتواصلين وياهم وكل الحلو. ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه. نشوفكم بخير. مع السلامه. عمري حبيبي والله. شلونك حياتي؟ شلونك؟ انا دبوا علي صافنا علي قلبي ما انطاني اخذ فاصل وما احكي. حياتي فدوي قلب. شلونك؟ والله الحمد لله بخير. شنو هالأنا؟ رمضان كريم. حياتي فدوي لعمرك. شنو هالأنا؟ حياتي. شنو هالجمال؟ ايش قلبي اموت عليك حياتي. عمري والله. عمري. والله الحمد لله بخير. انت من وين؟ بغداد. كارخ لو رصاص. بالصافه عظميه. حي الله العظميه والله وحي الله اهلك. شلون العظميه؟ والله الحمد لله بخير. سويتي بسواق العيد؟ لا والله بعدنا نمشي. تسوقين هسه؟ حضرتي فليساتك؟ اي. جبتي الراتب وابو الراتب؟ لا من ماما. يا الله يساعدك ماما. كثرونا من ماما، كنا نريد من ماما. يعني ما ادري هاي الماما شو تصير. شو تسوي؟ الله يساعدها ويرزقها ان شاء الله. فدوي قلبك. يحفظك حبيبتي. انا اريد هديه عاشت ايدك، هذه هديه مقدمه من ايدل بيوتي بحي الجامعه. بس احكي لي انت. عليكم السلام. على راسي حبيبي. احكي لي انت من دائما يعني جدولك بشهر رمضان الفضيل؟ عمري والله. نعم. شو تسوي؟ والله هاي قاعده بالبيت. ما تشتغلين؟ لا 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 لا. اوكي قاعده بالبيت شو تسوي؟ ها التليفون نايمين بس. ما تنظفين؟ حمله بيت عيد؟ لا ما تخلي نظف. شنو؟ ايوه. ليش؟ مدلله البيت. ما تخليك تنظفين؟ مدلله البيت. اوكي حتى لو مدلله بس ليش ما تنظفين؟ وياي كارت عدم تعرض.
اوكي ليش؟ ما تخليني والله ما تخليني. شنو هذا؟ والله مديلة انا صغيرة. وين صغيرة؟ ترى انا يوم صغيرة وامي تخليني انا. لا هي لا مديلتني. لا روح لواحد يحكي الصدق لو ابن عمه. شنو؟ انا احكي لك الصدق. ما احب انظف. من الاخير. ما من الاخير. واني امي هم تدربية ما احب انظف. حياتي. فمن اروح الى خطار شو تسوي؟ لا يما انا اغسل المواعين انت قعدي ما تريد تقولي. ما تريد تحسسني اني ما اريد انظف فهي تقول لي انت قعدي انا انظف بدالي. حياتي الله يحفظ لك حياتي فدوى قلبك شنو شفتك حياتي فدوى امة حياتي عمري والله حبيبي حبيبي كل الهلا مع السلامة حياتي الله يخليك فدوى لوجهك ابويا. مشاهدينا الكرام انا مستمره وياكم طيلة ايام الشهر الفضيل يوميه تلقونا بمنطقه من مناطق بغداد. شكرا لتواجد اهل الاعظميه وياي على مدار تصويري للحلقه لهذا اليوم. ايام قليله وتفصلنا عن عيد الفطر المبارك. كل عام وانتم بالف خير. شكرا حمزه شكرا حسن تعبتكم وياي. شكرا لاهالي الاعظميه انا هواي احبكم اشوفكم بخير. انتظروني باكر بمنطقه جديده وياكم فاطمه قيدار.